من الألفاظ الشائعة عند كثير من الناس أنهم يطلقون كلمة نسيبي أو رحيمي على من تزوج ابنته أو تزوج منها، وهذه الكلمة ليست صحيحة من حيث الشرع، وإنما الصحيح صهري، لأن النسيب أو الرحيم هو من تربطك به رحم، اجتمعت معه في رحم، وهذا لم تجتمع معه في رحم، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. والذي دعاني إلى أن أقول هذه الكلمة مع أن الناس لا يقصدون ما يخالف الشرع، الذي دعاني أنني سئلت عن مسألة، وهي إنسان تزوج من امرأة وهذا الرجل له أولاد، وتزوج بامرأة أخرى غير أمهم، أم الزوجة الثانية الناس يطلقون عليها ماذا؟ عمتي. بعض الناس يطلقون عليها خالتي. أم الزوجة عند الناس أو عند بعض من الناس يطلقون عليها عمة، والآخرون يطلقون عليها خالة على اختلاف الأقطار والمدن. فقال لي: هؤلاء الأولاد ألا يكشفون على أم زوجة أبيهم؟ قلت: لما؟ قال لي: أن عمة الأب تعتبر عمة لأولاده. قلت: صحيح، هذا من حيث الشرع، عمة الأب هي عمة لأولاده، ولكن هذه عمة شرعا أو خالة شرعا؟ ليست بعمة وليست بخالة شرعا. ولذلك يتنبأ لمثل هذا الأمر. اللفظ الصحيح أن يقال صهري، أما كلمة نسيبي أو رحيمي إذا ترتب عليها مثل هذا الخطأ الشنيع الذي سئلت عنه فلا يجوز أن تطلق إذا كانت بهذا الاعتبار.